من التلفزة الوطنيه مشاهدين في كل مكان اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري ونبداه بخبر رياضي حيث تاهلت لاعبه التنس التونسيه انس جابر المصنفه سادسه عالميا الى الدور نصف النهائي من بطوله ويمبلدون وذلك عقب فوزها اليوم على الكازاخستانيه الينا ري... ريباكينا المصنفة ثالثة عالميا وستواجه اللاعبة التونسية المتألقة في الدور نصف النهائي البيلاروسية أرينا سابالينكا وكانت جابر تغلبت في الأدوار الماضية على كل من البولونية فريش والصينية باي والكندية أندريسكو والتشيكية كفيتوكا مع ارتفاع درجات الحراره والتغيرات المناخيه العالميه صنفت بعض المناطق ببلادنا كاسخن مناطق في العالم بعد تسجيل ارقام قياسيه فاقت المعدلات العاديه أرقام قياسية فوق العادة لا فقط على المستوى المحلي بل كذلك على مستوى كوكب الأرض حيث صنفت توزر ودوز كأسخن مناطق على سطح الأرض بالتساوي مع البصرة العراقية وأوميدياه الإيرانية حتى لاذ الناس فرادى وجماعات بالبحر عله يطفئ لذى أجسادهم العالم كل الدنيا سخونة أكثر من السطول البارح هاو شوف السما هوني هون في جمعه من زمان تخانقت في سيرتو عندنا في سياق السخانه اكثر من هنا تعرف ياسر ياسر السخانه مش نورمال سيرتو عن نهاري ليل ونهار سي ليل ونهار في الليل كلمة جارات تخدم وفي النهار انا في البحر و... صدقني من سنه سبتي نسكر ال11 نص وليت بعد الساعه ما ساعتين ولا بعد ما عادش تروح الناس الكل تلقاها في الشط الناس الكل تلقاها للصباح مش متعودين بها الحقيقه فيها اول هيك بس هذه مستانسه في اوت دي ب درجات حسب ما شفت وقريت سخونه برشا تم تحطيم الرقم القياسي نتاع القيروان اللي كان 48.3 درجه سجلنا 48.4 ولكن الرقم القياسي نتاع نتاع القيروان يبقى بتاريخ اوت 2023 2021 اللي هو 50 درجه فاصل 3 والرقم هذا نفسه هو الحراره المطلقه في تونس منذ بدايه التجليات المناخيه توزر وحتى دوز سجلنا 49 درجه في جنوب شرق في جنوب غرب تونس ودوز وتوزر كانت اسخن منطقه في العالم 9 جويليه كما قلت 2023 بالتساوي مع محطه البصره جنوب العراق ومحطه اخرى زاد ايرانيه اذا اقتربنا من الرقم القياسي نتاع توزر اللي هو 49.2 تم تسجيله منذ سنوات سيدي بوزيد كيف كيف رقم قياسي جديد 47 درجه وسجلنا حرارة مرتفعة في عدة محطات أخرى بين 46 و 48 درجة موجة حر متأخرة في الزمن حيث من المفترض أن تشهدها البلاد خلال شهري ماي وجوان إضافة إلى كونها شديدة وقوية وطويلة الأمد حيث ستتواصل طيلة شهر جويليا وستكون لها تداعيات أخرى حسب الباحثين والدارسين لشؤون المناخ الموجة دي موجة طويلة ومرتفعه جدا خاصه في حوض مجرده بسبب ظاهره الفوهن باش تتواصل فيها الحراره كي نقول حوض مجرده معناتها جندوبه بوسالم باجة تستور تبرسق حتى الغرب العاصمه حتى حتى المنوبه هي معناتها مرتفعات جويه ديما تجلب معها الكتل الصحراويه الحاره وكنا سجلنا في سنوات ماضيه عده حرائق وكنا خسرنا الاف الهكتارات ولكن في هذه السنه الحمد لله الى حد الان ما تمش تسجيل برشا حرائق فما زاد تداعيات اخرى جفاف التربه هذا يهم خاصة الأراضي الفلاحية هذه الحرارة المرتفعة وموجات الحر أحيانا تصاحبها أمطار أمطار خاصة على المرتفعات الغربية كما قاعد يصير منذ أيام في قفصة، في سيدي بوزيد، في القسرين، مرتفعات سيليانة، مرتفعات الكاف، مرتفعات القيروان وتكون سريعة تأثيرها يكون سريع ولكن في كثير من الأحيان ترافقها عواصف رعدية ورياح قوية وحتى تبروري وشهدنا في الأيام الماضية جريان عدة أودية في ولاية خصن القسرين وسيليانة والكاف إلى موجات حر شديدة تصاحبها الرطوبة وهو ما يفسر نزول الأمطار بعدد من مناطق البلاد. ما قد يؤشر لانفراج في درجات الحراره مع نهايه فصل الصيف قد تعقبه امطار الخريف. ومع هذه العوامل الجويه والارتفاع المتواصل للحراره يواجه السكان في عدد من مناطق البلاد العطش بسبب عدم توفر ماء الشرب من ذلك معتمديه ورديف حيث تتعمق المعاناه اليوميه مع العطش جراء الانقطاع المتكرر للماء، الاسباب نتابعها في هذا الربورتاج من ولايه قفصه. أحياء العميديه النزله والترابلسية حي سيدي عبد القادر وحي المغرب العربي وغيرها من الأحياء بمعتمدي ترديف التي تعاني من الانقطاعات المتكرره للماء الصالح للشرب أزمة تزداد حده خلال كل صائفه أمام شبكة مهترئه وتدفق ضعيف خاصة خلال فترات الذروه بالنسبه للماء أمورنا تعبيسر خاصة في الصيف وبصفه عامه رديف رديف بصفه عامه وحي سيدي عبد القادر بصفه خاصه من قبل 15 يوم بالعشرين 20 يوم جينا حتى قطر ما كان كده تدخل جينا استيرنات وجينا برشا اعانات منا ومنا هذيك كي مشكلتنا في الماء ومتواصلة ديما وهذا مشكل قديم جديد ما هوش جديد علينا يعني مشكلة الماء في الرديف آه تقعد الأحياء يعني خاصة العمايدة والنزلة والشيرة العالية شوي تقعد بالخمسة عشر يوم بالاكثر ما يوصلهمش الماء وهذا في في زمن كي زمن هذا يسمى كارثه كبرى كارثه مع زيد السيف بالنسبه فيما يخص وضعيه القصبه دي ثلاث مقاولات كل مقاول يجي يقول باش نبدل القصب والمناقير ولا ولا ما تمشيش ما ثماش منقاله تمشي عندي منقاله عندها ثلاث سنين ما تمشيش نمشي لهم يقول تو نجو إلا الى يومنا هذا ما يبدلوهاش أزمة العطش التي تعيشها معتمدي ترديف ومختلف معتمديات الحوض المنجمي خلال كل صائفة وصفها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع رديف بالمعركة من أجل حق الأهالي في الماء الصالح للشرب مطالبين إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة بالبحث في حلول سريعة على غرار استغلال البئر عدد 15 المنجزة وتحسين جودة شبكة المنجزة منذ ثمانينات القرن الماضي كنا نبهنا كمنتدى في كل عام أنه إلى حد الآن الاستراتيجية المتوخاة من طرف الصناد لا معناها لا, لا تفي بالحاجة وما تنجمش توصل الماء للمناطق هذه هذاك علاش مؤخرا صارت احتجاجات أه الحل اللي نشوفوه أنه لا بد من أنه أن الصناد أه تعمل مشاريع جديدة خاصة الأبار الجديدة نحكم نحكو دائما على البير 15 هذا كمشروع جديد لكن إلى حد الآن لم يدخل حيز التنفيذ نعرف كل ان المسؤوليه الاولى لايصال الماء هي مسؤوليه ملقاة على عاتق الصناد لكن الواقع الحال في الرديف ما زلنا في حاجه الى تدخل شركه فصاد قفصه خاصه في اطار مسؤوليه المجتمعيه وقد شهدت مدينه رديف خلال الايام الماضيه تحركات احتجاجيه من قبل الاهالي تطالب صولة الجهوية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصه بحل جذري لتجاوز هذه الازمة والحد من الاستنزاف المفرط للمخزون المائي من قبل شركة فوسفات قفصه مطالب رفضت ادارة اقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصه الرد او التوضيح بشانها. في السياق ذاته دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد أثناء لقائه مساء أمس الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه مصباح الهلالي ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز هشام عمان دعا إلى العمل على وضع حد للانقطاع المستمر للماء والكهرباء في عدد من جهات الجمهورية في أسرع الأوقات واعتبر رئيس الدولة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية أن ظاهرة الانقطاع لا يمكن أن تبرر تبرره بعمليات صيانه روتينيه كان يمكن القيام بها قبل حلول فصل الصيف مضيفا ان ظاهره الانقطاع تستمر في مناطق محدده دون اخرى لمده ايام واسابيع في مشغل فلاحي يشهد موسم انتاج الطماطم بمنطقه اولاد بوعزيزي من معتمديه الهشريه من ولايه سيدي بوزيد العديد من الصعوبات تتعلق بالخصوص بالغياب الكلي لعقود الانتاج بين المنتج والمصنع وعدم مراجعه السعر التي لا تغطي تكلفه الانتاج والبنيه التحتيه. مشكل يتكرر كل عام بالنسبة لمنتجي الطماطم بمنطقة أولاد بوعزيز من معتمدية الهشرية ليجد الفلاح نفسه مجبرا على بيع الطماطم بأسعار متدنية لا تغطي تكلفة الإنتاج هذه تحط فيها 15-20 مليون وظل حط فيها أولادك يخدموا لهنا ودينتك كلها فلوسك ودينتك كلها حطر وتصبح تبيع برخ برخ استثمار احنا ضرينا من الطماطم هذا عشرين سنه السوم ما تبدلش والدنيا غلت فلاح يضطروا الى إتلاف منتوجاتهم نظرا لعدم وجود مكان لترويجها والسع ويضطرون الى بيع بازهد الاثمان عوامل عده ذكرها الفلاح منها البنيه التحتيه المهترئه والانتشار المكثف لحيوان الخنزير البري كلها ساهمت في تعثر عمليه ترويج الطماطم كرابي باش تشوف شفت الطريق تو تطلب كرابي باش تجي يهز لك يقول لك ما نهزوش خاطر الطريق خايب. وراهي نحن البقعه كامله متازمه. شيء من الضوء ضعيف والكياس مهلهل تعبه حلو بما انه نسقط تحت جبل هو يرقد في الجبل وفي الليل يجينا يبدا يتمرغ على المنتوج هذا اللي خاسرين عليه دمنا وعرقنا المنتوج ضيعوا البنيه التحتيه المتهريه حيث ان اغلب الطرقات داخل المناطق السقويه وخاصه المنطقه السقويه بالحناشه والمباركية العويشي هي مناطق هي طرقات لا يستطيع لا, تستطيع نقل منتجات داخلها الوسيط بين الفلاح ومصانع الطماطم اشتكى هو الاخر من عديد النقائص التي تحوم حول عمله وارجع تدني اسعار قبول الطماطم الى اصحاب المصانع هل هذوم المناشر عندنا ثلاثة أربعة مناشر هو ما يطيحوا الصوم قد قد ونعمل يحللهم متفاهمين يقسموا جميع التمس من وزارة الفلاحة وبكل تقدير التدخل فورا وتحديد سعر سعر الكيلوغرام الواحد ب 400 مليم للكيلوغرام الواحد للطماطم للمعامل حتى حتى يستطيع الفلاح مقاومه تكاليف الانتاج. انا راني وسيط ما بين المعمل وما بين الفلاح نجيب لهم الشتله ونعطيهم البرودوي والادويه كامله وبعدين أنا نحل منشر كما كتير، أنا كيما تو من عشر، منشر هنا ومنشر هو جبلة. هنا نلم السلعة للمعمل. بالسعر اللي حدده هو. بالسلعة موجود في الكونترا، في الكونترا عندي كونترا بيني وبينه موجود سعره. مطلب وحيد يراود منتجي الطماطم بالهشرية، ألا وهو تحديد أسعار تغطي تكلفة الإنتاج وتسهل عملية ترويج المنتوج. ببادره من مركز الاعمال بمدنين انتظم ملتقى جهوي للاستثمار تم خلاله تشجيع المبادرات في المجالين الفلاحي والصيد البحري كما تم استعراض اهم الاجراءات المشجعه على الاستثمار التعريف بالامكانيات المتاحه والميزات التفاضليه في القطاع الفلاحي والصيد البحري بولايه مدنين إضافة إلى إبراز مقومات الاستثمار الخاص في مختلف منظومات الانتاج الفلاحية محاور تم تناولها في الملتقى الجهوي للاستثمار بمركز جرجيس الذكية من تنظيم مركز أعمال مدنين بالتعاون مع اللجنة الجهوية للاستثمار بنا نعرف بفرص الاستثمار بولاية مدنين في المجال الفلاحي الولاية مدنين هي ولاية بالإمكان أن القطاع الفلاحي فيها يتطور كنا نعرفوا بالفرص المتاحة إن كان في المجال الصيد البحري أو في المجالات الأخرى الاختصاصات الأخرى في القطاع الفلاحي قوم على تشجيع الاستثمار في ولاية متنين وبرؤية كما قلت لكم متكاملة بدأت في مرحلة أولى بجلسات على مستوى محلي وجهوي ثم اليوم يومين جهويين ثم باش في مرحلة أخيرة إن شاء الله في أواخر شهر أكتوبر في اختتام الأعمال الكبيرة هذه الكل إن شاء الله نكونوا وفقنا أنه نقدم رؤية جديدة للاستثمار إن شاء الله. هذه المقومات الهامة في منظومات القطاع الفلاحي والصيد البحري بولاية مدنين شجعت العديد من أبناء الجهة للاستثمار وبعث مشاريعهم التي عرضت في هذا الملتقى كتجارب ناجحة في تثمين منتوجات الجهه الفلاحيه. يوم توصلنا ان ننتج زيت الزيتون بجوده عاليه والدليل ان معناها زيت الزيتون نتاعنا تحصل على عديد الميداليات في العالم. يوم استثمار في كل الموارد الطبيعيه واخص بالذكر فيها هي الاختصاص في قطاع الابل. اليوم احنا نحكي على برنامج تثمين المنتجات البرية استثمر في مدنين شعر هذا الملتقى والتجيع عليه يأتي بدعم من عديد الأطراف والهيكل المتدخلة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تقدم الأليات والحوافز المتوفرة للمستثمرين والبعثين شبان في المجال الفلاحي وقلنا الاستثمار هو لازم يكون قاطرة لدفع التنمية وخاصة التنمية المستدامة وجات آلية الاستثمار اللي هو ما هو حلقة في منظومات كاملة من منظومات فلاحية وأخرى، الاستثمار كيفاش نشجعوا كل المستثمرين أجل الشباب الفلاحين على الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهذه القطاعات وكذلك التحويل الأولي. فرص الاستثمار في القطاع الفلاحي بولاية مدنين متوفرة والترويج لما تزخر به الجهة في مختلف منظومات الإنتاج الفلاحية تسعى اليه اللجنه الجهويه للاستثمار بمدنين من اجل حث المستثمرين على بعث مشاريعهم وبذلك تحقيق التنميه بالجهه تنعقد اليوم الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي بالحمامات لدراسة المستجدات المتعلقة بسحب الخطة الوظيفية لأكثر من 350 مدير وحز رواتب 17 ألف مدرس إجراءات اعتبرها الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي بأنها إجراءات غير قانونية مؤكدا أن الهيئة ستواصل دفاعها عن المدرسين والمديرين والتصدي لمثل هذه الإجراءات التعسفية حسب تعبيره. اجراءات تعسفيه اجراءات غير قانونيه، الهيئه الاداريه تناقش في هذا وسوف لن تبقى مكتوفه الايدي وستتخذ كل الاجراءات من اجل الدفاع عن مطالبنا المشروعه التي تريد الوزاره الهائنا عنها وفي نفس الوقت الدفاع عن زملائنا سواء المدرسين سواء المديرين وضروري ان نتصدى لكل هكذا اشكال تعسفيه. انطلقت تونس في العمل باستراتيجية التخصص الذكي في إطار حوار خمسة زائد خمسة في مجال البحث والتجديد والتعليم العالي في ثلاث جهات نموذجية وهي صفاقس وبنزرت ومدنين وذلك بتمويل من المفوضية الأوروبية إضافة إلى تواصل إنجاز عدد المشاريع الأخرى ضمن هذا البرنامج حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شاذلي العبدلي على هامش ورشة عمل انتظمت اليوم بتونس حول استراتيجية (التخصص الذكي)، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعتمد على مقاربة مواجهة للجهات من أجل تعزيز التنمية الجهوية المبنية على البحث العلمي. ونختم جولتنا الاخباريه بخبر ثقافي في معتمديه مطماطه وفي النسخه الخامسه لتظاهره احياء الموروث الثقافي المميز والمتعدد احتفى اهالي الجهه بهذه التظاهره التي اصبحت متنفسا للترويح عن النفس بالنسبه اليهم في معتمدية مطماطة وفي النسخة الخامسة لتظاهرة فرحة تشين إحياء لموروث ثقافي مميز متعدد وبألوان مختلفة تزخر به المنطقة احتفت به هذه التظاهرة الثقافية التي أصبحت عنوان فرحة للأهالي ومتنفس للترويح عن النفس هي تظاهرة ثقافية انطلقت منذ أربع سنوات التظاهرة هذه تجسم كل ما هو موروث ثقافي وعرس تقليدي بمنطقة تشين حبينا نطوروها كل عام نطوروا بشوي بشوي السنه طورناها اكثر مشينا للعرس التقليدي بمنطقه الشين مشينا للمعرض الصناعات التقليديه مشينا ممكن للابعد نحن الهدف نتاعنا من هذا كل هو احياء المنطقه هذه واعاده اعمارها واعاده السكان من جديد الفرحة هذه عندنا فيها المعرض هذا متاع الصناعات التقليدية اللي مسؤولة على الأنشطة النسائية فيه كل ما يهم المرأة من صناعات تقليدية والحرفيات نتاع الصناعات التقليدية فقرات تنشيطية متنوعة أثثت فعالية هذه التظاهرة بدءا بعرس تقليدي لاستذكار عادات أباء وأجداد سكان هذه المنطقة إلى جانب معرض للصناعات التقليدية لمجموعة من حرفيات الجهة فرصة كبيرة باش نعرفوا بالمنتوج بلادنا منتوج التشين حاجه تراديسيونيل حاجه من جدودنا مرقوم صخاب التظاهره هذه عندها ابعاد ثقافيه وتنمويه اول بعد هو لم شمل اهل القريه واعاده احياء القريه بعوده يعني يعني افتراضية انه العباد ما عادش يسكنوا في القرية هذه اه كي نعملوا تظاهرة كي من هكا انه اه اه لم شمل والعباد يرجعوا للقرية ويتذكروا القرية من جديد وعندنا هدف هو اه كي نقولوا اخراج اه المخزون نتاع القرية وموروثها نبني المهرجان التراث نتاعنا يعني ديما نجددوا فيه كل عام ان شاء الله نزوروه اه برشا تراث يحيوا فيه يعني حاجات جديدة تظاهرة فرحة تشرين روحت بين الجانب الترفيهي والتنموي وساهمت في تنشيط الحركية الاقتصادية بالجهة ختام النشرة مشاهدينا الكرام شكرا على حسن المتابعة والاهتمام دمتم في رعاية الله إلى اللقاء